أحسنت كلامك جدا سليم. أنا رحت وقالوا لي المتر ب 1700 و 1800 و 2000، ولما وريتهم التصميم على حجم المغسل الكبير اللي عندي قال لي ب 6000 و 7000 ريال تفصيل كامل. وفي الأخير فصلته نفس التصميم اللي أبغاه ونفس الجودة ورخام وكل التفاصيل اللي في التصميم ب 2500 ريال، شامل كل شيء حتى التركيب. وصارت المغسلة هذه قيمتها كاملة على مساحتها الكبيرة ب 2500 ريال، والمحلات ب 6000 ريال. وشرحت على السناب وعلى التليجرام كامل التفاصيل. وأيضا هذه المغسلة الثانية نفس مقاس المغسلة الأولى وفصلتها ب 2500 ريال، شامل كل شيء. واخترت لون الرخام اللي أبغى وكامل التفاصيل اللي أحتاجها بنفس التصميم اللي أنا اخترته. وأبد أي استفسار أنا في خدمة الجميع سواء في السنة.